بك على موجة إذاعة تطاوين بتونس. حازم مساء النور وصحة شريبتك بالتونسي وصوم مقبول. مساء الخير عليك حبيبي وعلى كل متابعينك الكرام. شكرا لك، أهلا وسهلا ورمضان كريم إن شاء الله مبروك عليك. رمضان مبارك حبيبي وعلى كل متابعينك حبيبي مجيد. الله ينورك. المنشد حازم محمد هو مصري لكن موجود طبعا في الإمارات وتقريبا من فترة يعني، ولم يتوقف عن الإنتاج. احنا سمعنا هذه الأولى، ما مازلنا باش نسمعوه إن شاء الله، باش نسمعوه أيضا الليلة لايف مباشرة في إني ببابك. يعني تجربة يا حازم تقريبا على امتداد سنوات في الإنشاد الديني. نعم بالفعل، وصراحة يعني الواحد تعب كتير في حياته والله العظيم يعني، ولكن اللي بيعوز شيء بيوصل له، انت عليك الصبر والسعي لكي تصل للشيء اللي انت حبه، يعني خاصة لو كان الشيء ده شيء محترم وهادف. نعم هذا هو. مرة أيضا من المرات تحدث أحد طبعا المنشدين الدينيين اللي قال أنه منذ الصغر يعني لازم تبان عنده المنشد الديني يعني الميل إلى الأغاني الدينية والكل، حتى أنا نقول تطور معاه المثلة. أنت بديت من اللي أنت صغير ولا وقتاش يعني حازم مشوار؟ هو أنا صراحة دخلت مجال الإنشاد يعني من حوالي 4 سنوات أو 5 سنوات يعني. مازلت صغير يا حازم، هي ماكش كبير. نعم نعم بالفعل والله. الحمد لله يعني اللي احنا وصلنا له وده شيء كويس والله. الحمد لله. طبعا يسلموا عليك الناس الكل شبعيمات، شكرا ليك، تقبل الله منكم الصيام والقيام، شكرا ليك. هيفا شكرا يا حازم، تحياتي لك يا حازم. شكرا يا هيفا، شكرا للناس الكل، يعطيكم الصحة كريمة. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكرا لكم الناس الكل، صحة شربتكم زور، والكل كل الأصدقاء. وكمال تحياتي لك يا كمال، وشكرا لك وصحة شربتكم. ما هو يا حازم، احنا في تونس بعد الإفطار مباشرة عندنا كلمة في تونس اللي هي صحة شربتكم. صحة شربتكم معناها صحة فطوركم، صحة يعني شربتكم. اي هذه صحة شربتكم، فهذه طبعا الكلمة المتداولة للناس الكل، كل التوانسة بنات بعضهم يعني، ان شاء الله صوم مقبول. شنو رايك حازم نبدوها اللايف الليلة معاك مباشرة، واول حوارنا اللي يجمعنا بك الليلة شنو تقترح علينا بصوتك؟ اي احنا بنبدأ طبعا شيء خاص برمضان، اي بمناسبة شهر رمضان، ويعني بقولها مرة اخرى يعني رمضان مبارك عليك وعلى كل متابعينك ولكل اخواتي في تونس وكل اخواتي في مصر وفي دبي وكل اخواتنا العرب. وان شاء الله دايما يا رب في وحدة مع بعض ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا رب. يلا سيدي معاك يا حازم مباشرة الليلة. قد جاءنا رمضاننا 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 رمضان بالذكر والقرآن 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 تراويح وسجودنا تواشيحنا وركوعنا يزداد في رمضان في رمضان في رمضان في رمضان. ربنا ارحمنا يا رب وبصيام اقبلنا يا رب والراية ندخلنا وأجرنا من النيران 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 النيران. كل عام وانتم بخير جميعا. وانت بألف خير وربي خلينا هالصوت هذايا، والله يعطيك الصحة، حتى مهندس صوت ضو والله يعطيك الصحة. يعني يحكي لي حتى بالكواليس انت تون وهو صوت رائع. ده يا سيدي حاضر يا سيدي، وصلت الملاحظة. فمراسي والله وتحياتي لكم انتم ما شاء الله يعني معروفين من زمان، راديو تطاوين ما شاء الله معروفين
عايش وبنسمع عنكم كل خير والله. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله نكون معروفين في دبي كلها. وين انت مقيم يعني حاليا؟ ما شاء الله ما طلعوا معنا اسماء ايضا مهمه من هناك، وانت من بينهم يا حازم، وتنورنا الليله. حازم، فما لوم صغير هكا على قله الانتاج، يعني هذا يراجع الى انه فما تكلفه باهظه للانتاج، ولا شنو الحكايه معك؟ يعني فما شفتش غزاره انتاج بالنسبه ليك؟ والله استاذنا الغالي استاذ مجيد، يعني هو الانتاج حاليا في مجال الانشاد بيكون صعب، انت طبعا بتعرف ان حتى الزمن اللي احنا فيه بيحتم علينا ذلك يعني. نعم. طبعا ان اكثر ناس بتدعم الحاجات اللي هي يعني انا اسف في اللفظ، الحاجات اللي هي فيها تفاهه زياده يعني. اللي بتاتي بالمشاهدات، لكن موضوع الانشاد هو طبعا شيء يعني مميز ولا يقارن باي شيء، ولكن انا شايف ان دعمه قليل يعني. بعض المنتجين الا كل منهم هم اللي بيدعمهم. انا الحمد لله معي منتجين الحمد لله، ومعي ناس الحمد لله امنوا بموهبتي ووقفوا جنبي الحمد لله، لكن في بعض الناس التانية بتعاني يعني، عشان تصل الشيء اللي بتوصل له بيعانوا في الحياة، ولازم يضحي الواحد في نهاية الأمر. شوف المجال هذي تحديدا، إذا لم تسعى ولم تكن فما يعني طرق حتى أنك تكون موجود من حيث الإنتاج وما بعد الإنتاج، اللي هي عملية الترويج اللي هي مهمة جدا، عملية الترويج حتى يوصل هذا الإنتاج إلى الأوطان العربية ويتجاوز للعالم الكل. لأنه شوف، خاصة الإنشاد الديني مش مرتبط ترى برمضان فقط، صحيح احنا ممكن هيك اخذت الفكره وعاداتنا وكذا وتعودنا في رمضان القرب الى الله اكثر يعني، ونعود الاذن على الانشاد الديني، فتحس ان اغلب المنشدين يعني كل ما يقرب سيدي رمضان الا وتحس غزاره الانتاج. يعني على هذا انا سالتك، يعني لماذا الانتاج ليس بغزير؟ ممكن راجع لامور ما، لكن بما ان فما منتجين فالامر جيد، يعني الامور ممتازة إلى حد الآن يا حازم. صح، هو إلى الآن الأمور بدأت تتحسن عن الأول. يعني في برنامج هنا في الإمارات اسمه منشد الشارقة. أي برنامج هذا ما شاء الله بيدعم المنشدين، يعني حتى بيعطي مقابل مادي كويس جدا للمراكز الأول والثاني والثالث يعني. جيد، يسلموا عليك حمزة. شكرا يا حمزة، تحية ليك وعليكم السلام. زينب أيضا، صحة شريفتك. هادي شعباني، شكرا صحة شريفتك وتحية ليك. لمين، شكرا يا لمين، يعني ملاحظة في محلها حاليا بي، شكرا يا لمين، يعطيك الصحة. شكرا، السلام عليكم وصحة شريفتكم الناس الكل إليف. شكرا ليكم، شكرا أيضا ميدا، شكرا لأصدقائنا اللي متواصلين معنا الكل والله دون استثناء. وتحية ليك يا سعاد، وتحية للناس اللي تسمع في إذاعة تطوير. السلام عليكم، يعطيكم الصحة الناس الكل، وتحية لضيفك الليلة. حاضر يا سيدي حازم، ها معانا، وشكرا لكم الناس الكل. شنو نرجع نسمعوا لايف هيك؟ حتى مهندس الصوت أكيد، بس شنو نسمعوا يا سيدي؟ مهندس الصوت على راسه والله، تحياتي يا سيدي، الله يسلم راسك وبارك الله فيك يا حازم. عندي طلب فقط، أنا من رأيي نحي السماعات، شيل السماعات يا معلم أحسن، وخليك الصوت نقي بحلاوة هالصوت اللي عندك. أنا رأيي هيك ولا لا؟ ضو تقريبا، هاي الأمور ممتازة يا سيدي. هاي سمعنا يا سيدي، وشد الليلة بصوتك يا حازم. هيا بنا. شكرا. أغمضت عيني كي أراك فؤادي، وسمعت آهاتي عليك تنادي، أدركت أني في هواك متيم، وعلمت أنك بغيتي ومرادي. سيدي يا رسول الله، كل القلوب إلى الحبيب تميل،
ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صار الدموع العارفين تسيل. صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها، صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها. إني أحب محمدا والله خير شاهدا، يا رب صل على المدى أبدا عليه مجددا. حبيبي محمد يا أجمل هدية، أنت الغالي علي علي يا جد الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. يعطيك الصحة يا حازم، والله الله يخلينا هالصوت. الله يحفظك يا حبيبي، الله يحفظك تعيش. وأنا متشرف اللي أنا معاك اليوم والله، وأنا أكثر صديقي والله، يعطيك الصحة. يسلم عليك أيضا الكوميدي حاتم حمودة طبعا من تونس، اللي هو أيضا اسم مهم. مساء النور حاتم، شكرا يا حاتم، شكرا ليك، وتحية لكم الناس الكل، وصحة فطوركم، شكرا ليكم. وهادي الله يرحم والديك، يعني شفت الشجن هذا والصوت هذا كيفاش يدخل مباشرة إلى القلب. شكرا لكم الناس الكل، وشكرا لكل الكومنتات والتعليق. سعدون تحياتي ليك، وتحية لكل الناس اللي حاليا قاعدة تكتب يعني في حق حازم الليلة. حازم، يعني نعرف أنه خاصة توا تطورت الأمور، احنا في سنة 2024 تقريبا المقاييس والشروط كلها تغيرت، يعني من هالتيك توك لهاليوتيوب لهالإنستغرام وهالمواقع التواصل الاجتماعي معي الكل. سابقا كانت الأمور أن المنشد وقت يمر بالتلفزيون اللي هي أهم محطة بالنسبة للفنان أو المنشد، هي محطة مهمة، لكن حاليا مع مواقع التواصل الاجتماعي اللي ولت تبرز، يعني مش أنها تأخذ مكان التلفزيون، لكن بطريقة ما سرعة نقل المعلومة وسرعة أيضا عملية الإيصال تكون يعني سريعة جدا. فوين من هذا وين من هذا يا حازم؟ يعني هل أنت حاليا يعني على كل مواقع؟ أنا صدفة يعني حازم، شوف للأمانة أنا شوف فيك على تيك توك، هذه أول حاجة، هذه مضمونة، لكن التلفزيون يعني شفت أنا تقريبا لقاء وحيد أنا شفته، ممكن عندك لقاءات متعدة على التلفزيون، أين أنت من الصحافة؟ إن كان ذنبا هواكم ومنه لست أتوب، فمن يعين محبا من الغرام يدوب. شوقي إليكم كبير سن والطيور يطير، أرسلته عبر ريح إذا إليكم تسير. يا من بروحي سكنتم وفي فؤادي أقمتم، أنتم حياة حياتي فهل بحبي شعرتم؟ إن كان ذنبا هواكم ومنه لست أتوب، فمن يعين محبا من الغرام يدوب، من الغرام يدوب. أنا بهدي الأنشودة دي لوالدي الله يرحمه، الله يرحمه، بتذكرني بدائما، الله يرحمه وينعمه إن شاء الله يا رب، الله يرحمه يا رب، الله ينورك.
لا شكرا، يعطيكم الصحة، ما زلنا إن شاء الله باش نسمع إن شاء الله تباعا بإذن الله. مؤمنة شكرا، رمضان كريم مبارك علينا وعلى الأمة الإسلامية جمعاء، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. شكرا ليك. عادل أيضا يسلم عليك وصحة شريفتك، والحمد لله. طبعا نور الدين، شكرا ليك يا نور الدين. شكرا عادل، شكرا الناس الكل، يعطيكم الصحة. محسن، تحية لك يا محسن. ناصر أيضا يعطيك الصحة يا ناصر. كل الأصدقاء، علي زادة شكرا لك يا علي. شكرا هيفا، شكرا كل الأصدقاء اللي متواصلين ويكتبوا طبعا في مختلف التعليق. حازم حاليا تحضر في حاجة جديدة يعني كإنشاد للفترة القادمة، شنو فما جديد عندك؟ هو حاليا انا قمت تسجيل انشوده اسمها مولاي اي باللغه الارديه، اللغه الاردو مع اللغه العربيه، يعني ان شاء الله لسه بنسجلها كليب، هتاخد مننا وقت يعني تقريبا خلال شهر بتنزل ان شاء الله، يعني بعد رمضان ولكن مفروض. هو شيء مختلف ولحن ان شاء الله هيكون مميز، لان اللهجه الارديه مع اللغه العربيه ان شاء الله باذن الله تعجب الناس ان شاء الله. ان شاء الله يا سيدي، ان شاء الله مع الجديد ومع ايضا ابداعاتك وصوتك، له انت ميزتك خامة الصوت اللي عندك يا حازم. الله يبارك لك يا حبيبي، يا عيش، والله شهادة نفتخر بيها والله. الله ينورك. لكن انا مفهم سؤال محيرني، شكون اللي اكتشف هالموهبة اللي عندك؟ يعني وحدك ولا فما شخص معين، ولا استاذ، ولا العائلة، من اكتشف هالموهبة؟ والله هو بداية الاكتشاف كانت وأنا في الجامعة، يعني كنت في سنة أولى تقريبا، فكنت جالس مع أصدقائي وكده في الساحة، فهم عمالين ينشدوا كده، فأنا بدأت اللي أنا أنشد معاهم، أها فيعني قالوا لي لحازم عندنا في حفلة تبع استقبال الطلبة وكده، وحابين إن أنت تكون موجود معنا، بنحطك فقرة في الحفلة. أي أنا بقى كنت في اليوم ده خايف ومرعوب، كيف يعني بيكون الجامعة كلها حاضرة، أنا وأول مرة في حياتي هطلع قدام الجمهور ده كله، فكان الموضوع صراحة صعب معايا يعني. الحمد لله يعني طلعت في الحفلة، كان في رهبة طبعا بصراحة، نعم ولكن أنا والدي كان حاضر، فهو اداني بعض الثقة أثناء حضوره، فالحمد لله بدأت أقول يعني أنا كنت بغني لمصر، يعني لو حابب نسمعك شيء من اللي احنا كنا بنقوله اي في نهاية اعطيني الحلقة إن شاء الله بنسمعك. بقى، اعطيني لا حاليا حاجه هيك على الطاير، ولو شويه هيك بصوتك، يلا. أنا بدأت أقول أهاجر وأسيبك لمين؟ لقيت بقى الجمهور كله بيسقف ليا، فكملت الأنشودة بقى، اها ولسه صبية ونيلك حزين، ولسه لبكرة مليك الحنين، أسيبك لمين؟ ومين راح يرد لتاريخك سباب ويمشي طريق لآخر مدى، ومين من حياته يجيب لك حياة، ومين راح يكبر في وقت الصلاة، ومين يبقى مغرم بحبك صباب، ومين يحمي طيبتك يا أم الطياب، ومين يبقى ضلة في شمس الغلابة، ومين يبقى شوكة في حل الديابة، أسيبك لمين؟ أسيبك لمين؟ فأنا أنشدت الأنشودة هذه، وجدت ما شاء الله الجمهور كله بيسقف، من هنا بقى بدأت الحكاية. أها هذه أول المشوار هيك، والله نعم جميل جميل جميل. أما ريت الرهبة هيك الأولى مع شوية وقت هيك تنزاح شوية شوية. الحمد لله الحمد لله. نعم، يسلم عليك الكل، مساء الخير وتحياتي ليكم وصحة شريبتكم ومنورين الليلة. شكرا، صحة شريبتكم مبروكة عليكم رمضان، يعطيكم الصحة. صحة شربتكم بالتونسي يعني صحة شربتكم. اهو 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 حازم اتعلم تو بسرعة. نعم، فاطمة شكرا كان ليك. حتى أرسلتها للمدير، المدير الخاص عندي في المدرسة تونسي، أنا قلت له صحة ايه شربتكم. يستغرب
من وين جابها هذه؟ جميل، لا والله يعطيهم الصحة الناس الكل. أيضا ريحانة، شكرا لك يا ريحانة، شكرا مرايا، شكرا، يعطيك الصحة، شكرا لمجد، أهلين يا لمجد، صحة شريبتك. أيضا كل الأصدقاء اللي معانا، ناصر، فاطومة، الكل دون استثناء، يعني يعطيكم الصحة. خلينا حياتي للجميع، حياتي يعيشك، للجميع. الله ينورك. هو والله الوقت مر معاك، انا اشوف التوقيت مر معاك يجري، ركضا الوقت معاك يا حازم. الأيام بينا كثير لا تقلق. اكيد اكيد، ولي الشرف يا طبعا يا سيدي. الشرف لي. ان شاء الله هو كلقاء اول يجمعنا مع بعضنا عبر اذاعه تطاوين الليله مع المنشد حازم محمد، مباشره طبعا من الامارات، وهو اصيل مصر الحبيبه، وطبعا كل الاوطان وطنك يا سيدي، صحيح مصر الوطن طبعا. الاول، لكن الاوطان الكل، بما انك تنشد لكل الاوطان العربيه والاسلاميه. فجميل، انا مش خلي لك الكلمه اللي كنت حازم، لمستمعي اذاعه تطاوين، لمتابعينك، لمحبينك، الكلمه لك صديقي. إيه يعني أنت حابب تسمع كلمة للمتابعين؟ كلمه طبعا للناس الكل اللي تحبك. نعم، والله يعني مهما أقول والله لن أوفي بعض الناس حقهم، يعني الناس ديت لهم فضل كبير عليا، وفي ناس إلى الآن يعني برغم اللي الواحد وصل له الحمد لله إلى الآن بيدعموني ودايما بيسألوا عني. حابب أشكر كل شخص دعمني ولو بكلمة. حابب أشكر يعني أصدقائي اسلام ومحمد صبحي، اسلام قطامش ومحمد صبحي، يعني بعض الاشخاص يعني لا انساهم صراحه، لهم فضل كبير عليا، اللي هم وقفوا جنبي كتير. حابب اشكر ايضا بعض المتابعين اللي هم مشرفين عندي في الحسابات، فاطمه ورغد وعلياء. حابب اشكر كل حد وقف جنبي، ويعني الناس ديت مهما اقول لهم والله مش هقدر اقول لهم حقهم يعطيهم بكلام. الصحة، يعطيهم الصحة. أي إنسان وقف إلى جانبك ودعمك حتى بكلمة دعمك، فجميل هذايا. إن شاء الله مزيد من التوفيق، مزيد من النجاح. كما ذكرت منذ قليل، هو لقاء أول، لكن تجمعنا لقاءات بإذن الله إن شاء الله مع بعضنا، والأبواب مفتوحة طبعا أمامك إن شاء الله. وأول ما يحضر ويكون جاهز الإنتاج الجديد إلا ويسمعوه إن شاء الله مستمعينا بإذن الله. اتفقنا حازم؟